خلال عشان مبارياته خلال الفترة اللي جاية؟ عايزين نعرف ايه اهم الشروط في هذه الكراسة. والله هو بشكل مختصر الكراسة هي احنا طرحناها للمباريات الخاصة بالنادي الاهلي اللي بتقام على ملعبه اللي يكون نادي اهلي وصاحب الحق فيها كويس في الدوري العام المصري وبالاضافة الى مباراتين في بطولة افريقيا دور ال 16 ودور ال 32 والماتشات الوديه اللي بتتلعب على ملعب النادي الاهلي سواء في مختار التتش او في المباريات الوديه اللي احنا بنلعبها ونمتلك احنا الحقوق الخاصه بيها. هي دي ابرز ملامح الكراسه من ناحيه المباريات. علي المباريات الافريقيه اللي هي على ارضك بس مش كده؟ المباريات اللي على الارضي ومش كل المباريات لان انت عارف بعد كده في دور الثمانيه والدور النهائيه في قناه اخرى يعني لقناه فضائيه معينه فاحنا المباريات اللي بنمتلكها هي المباريات اللي في دور ال 32 ودور ال 16. يعني المباريات اللي في دور ال 32 و 16 اللي على ارضك لكن اللي خلق... على الارض اللي في مصر اللي بتقام على ملعب اللي لكن اللي خارج ارضك لا اللي خارج ارضي انا لا امتلكها دي حاجه مش بتاعتي انا بتاعت اتحاد افريقيا او بتاعت مش اتحاد افريقيا بتاعت الفرقه اللي انا اللي انت هتلعبها من المفترض ان انت هتلعبها يعني بالظبط. طيب بكده يعني بيكون الموضوع اللي حصل خلال الفترات اللي فاتت بالكامل ما بين النادي الاهلي والتلفزيون المصري والنادي الاهلي واتحاد كره القدم انتهى تماما واصبح النادي الاهلي بيسوق بالفعل مبارياته منفرده. هو ده صحيح ده يعني جزء منه صحيح لكن طبعا احنا التلفزيون المصري احنا المباريات قطعا ستذاع على التلفزيون الوطني الارضي اللي هي قناه النيل الرياضه والقناه الثانيه المصريه كويس وحاليا في يعني كلام او تفاوضات من خلال النادي كابتن محمود الخطيب والاستاذ خالد درندلي مع الاستاذ عصام الامير رئيس اتحاد الاذاعه والتلفزيون بشان المباريات دي وبشان شاره البث واحنا ان شاء الله يعني متفائلين خير ان احنا نوصل لحل في الموضوع بتاع شاره البث مع اتحاد الاذاعه والتلفزيون ان شاء الله قريب. اعتقد ان موضوع شاره البث عليه هو اللي بيبقى المشكله لان في الاخر لازم تطلع شرط البث من التلفزيون المصري هو اللي بيحدد قيمتها. لا اكيد طبعا اكيد طبعا هو زي ما بقول لحضرتك هو التلفزيون المصري هو اللي صاحب شرط البث واحنا يعني التلفزيون المصري لا مساس بحقوقه كمان ان هي المباريات تذاع ارضيا دي حاجه احنا ما عندناش خلاف عليها تمام ده حق من حقوق التلفزيون المصري ان هو صاحب الشارع وهو ده الاساس اللي احنا هنكون من ناحيه التفاوض معاه من شرط البث ان هو انت عارف المباريات الافريقيه اللي احنا لعبناها السنه اللي فاتت في دور ال 32 ودور ال 16 احنا سوقنا المباريات دي فضائيا للنادي الاهلي كويس والتلفزيون المصري خد الحقوق دي ارضي وفضائي على القناه الثانيه وعلى النيل للرياضه في المقابل منح النادي الاهلي الشرط لتشويه مبارياته فضائيا فاسوه بالعام الماضي ما اعتقدش طبعا دي حاجه هيبقى فيها مشكله وان شاء الله نوصل فيها حل مع التلفزيون المصري لان انت عارف طبعا عالميا او طبقا للقانون المباريات اللي بتتلعب على ملعب الفريق صاحب الارض بيمتلكها سواء تجاريا او بيمتلكها فضائيا او تسويقيا يعني بشكل عام ودي حقوق النادي الاهلي واعتقد التلفزيون عارف الحكايه دي كويس وان شاء الله هيبقى في حل قريب جدا مع التلفزيون المصري بخصوص شرط البث. علي اعتقد لازم قبل يوم 8 يناير قبل ما تفتح المظاريف مش كده ولا مش فارقه؟ ان شاء الله قبل يوم 8 اتمنى ان شاء الله ان هو قبل يوم 8 يناير يبقى في حل. وان شاء الله هيبقى في يعني شرط البث مش يعني اتمنى ان هي لا تسبب مشكله لانه احنا في امس الحاجه الحاليه دلوقتي انت عارف النادي الاهلي عندنا السنين اللي فاتت تسويقيا بالنسبة للدوري المصري كان متوقف لمدة سنتين والأمور السياسية كانت طبعا مؤثرة بشكل أساسي على الناحية الاقتصادية لا بس إدارة التسويق عاملة شغل كويس يا علي خلال الفترات اللي فاتت اللي لو كان النادي الأهلي وقع لأن أنت برضو بتصرف كتير جدا في البطولات الأفريقية وكده. والله احنا بنعمل اللي علينا يعني الحمد لله بنعمل بنحاول نطور وبنحاول نشوف موارد دخل النادي الاهلي في ظل الظروف الحاليه في حاجات ربنا بيكرم فيها طبعا في حاجات بتؤجل طبعا عشان طرحها في الوقت الحالي في ظل الظروف دي هتظلم المشاريع دي من الناحيه الماليه فبنضطر ان احنا ناجلها شويه عشان نطرحها في الوقت المناسب عشان تعود بدخل جيد على النادي الاهلي لكن زي ما بقول لحضرتك الفتره اللي فاتت كان فيها مشاكل عندنا يعني كان عندنا مشاكل كبيره جدا ماليه اثرت بشكل سلبي من ضمنهم عقد الرعايه
لانه التوقف الدوري وتوقف النشاط كان ليه عامل سلبي كبير جدا على الايرادات الخاصه بالنادي الاهلي. احنا هو ده الاساس اللي بالنسبه لها، وده الحاجه الاساسيه اللي احنا عايزين نبتدي نذيع مبارياتنا ونسوق مبارياتنا فضائيا، عشان انت عندك تجديدات للعيبه وعندك حاجات ماليه كبيره جدا انت محتاجها وما عندكش دخل كمان في الفتره الحاليه فانت وعندك ملف التجديدات، انت عارف عندنا 4 أو 5 لعيبه، فاحنا محتاجين فعلا دخل مالي يبتدي يبقى فيه انفراجه من الناحيه الماليه في النادي الاهلي. واحنا ان شاء الله عاملين خير في ناحيه البث دي، تعوضنا نوعا ما عن اللي حصل الفتره اللي فاتت. طب علي برضو خلينا نتكلم في موضوع البث، انا عايزك تشرح للناس يعني ايه مزايده وايه اللي هيحصل يوم 8 يناير، يعني برضو الناس لازم تفهم اللي بتتفرج علينا يعني ايه مزايده وايه اللي هيحصل، يعني مين ممكن مثلا 10 شركات تتقدم بتاخدوا الاعلى سعرا، بيبقى ليها شروط معينه، يعني برضو اشرح للناس سريعا يعني. والله هي احنا هنطرح يعني بكره ان شاء الله هيكون في اعلان في الجرايد الرسميه، جورنال الاهرام، جريده الاهرام، جريده الاخبار، بالمزايده الخاصه العلنيه طبعا على النادي الاهلي عاملها لطرح كراسه الشروط الخاصه ببيع مبارياته سواء في الدوري العام المحلي وبطوله افريقيا دور ال 16 ودور ال 32 والمباريات الوديه اللي بتقام على ملعب النادي الاهلي. الكراسه الشروط هيبقى فيها الحقوق اللي الراسي عليه العطاء هياخدها، يعني طبعا في حاجات فنيه كثيره جدا موجوده في الكراسه، وفي بعض الحقوق الثانيه احنا بنمنحها، تعرف لما بتحط بتعمل باكج كويسه بتحط فيها رايتس، والرايتس دي كمان او الحقوق وحقوق بتبقى اكسكلوسيف بتقوي من كراسه الشروط. مظبوط، وهو ده اللي احنا عاملينه، يعني طرحين اكتر من حق حصري اللي هيرس عليه العطاء من الناحيه التلفزيونيه، ومنحينه بعض الحقوق الحصريه ان هو يقدر يبقى مميز فيها من حيث اذاعه المباريات او اذاعه بعض الحاجات الحصريه الخاصه بالنادي الاهلي. وحاطين كل الشروط دي في كراسه الشروط اللي هتطرح ان شاء الله بكره، احنا فاتحينها للشركات المتخصصه وللقنوات. ايوه انا ده قصدي بقى، انا ده قصدي، اتفضل عليك. الشركات المتخصصه والقنوات اللي هيرسي عليها العطاء كويس، يعني طبعا هناخد اعلى سعر على سبيل المثال. لو شركه اعلانيه متخصصه هتحط رقم معين، او في نفس الوقت لو قناه داخله، وممكن القناه دي خلي بالك في بعض القنوات بتشتري وممكن تبيع لقنوات تانية او تعمل هايلايت زي ما بيحصل في التلفزيون دلوقتي، ان هو يعني ممكن التلفزيون يتقدم اساسا، مش كده؟ طبعا حق، طبعا يعني حقه اي شركه متخصصه او اي قناه متخصصه حقها ان هي تتقدم وتحصل على الحقوق وتبيعها بقى بالشكل اللي هي تراه. ممكن تعمل باكج فيها 5 مباريات بس، ممكن تعمل باكج لقناه يعني ساعتها النادي الاهلي ملوش علاقه باي حاجه، النادي الاهلي هيبيع المنتج بتاعه وخلاص، وبعد كده ملوش علاقه باي حاجه، هنبيع المنتج وبعد الحقوق الحصريه اللي احنا حاطينها في كراسه الشروط كويس لقناه او لجهه او انتيتي معينه، ممكن تكون شركه دعايه او اعلان، والايجنسي دي او الوكاله دي هتبتدي تبيع بقى للقنوات وهتبتدي تبيع الشركات المتخصصة. كل واحد على حسب هو عايزه بقى، ممكن القاهرة والناس عايزة باكج فيها 5 مباريات او فيها هايلايت، السي بي سي عايزة الماتشات، يعني عامشي يعني كل قناة على حسب اللي هي عايزاه. بالظبط كده، تمام. طب علي هاخدك لنقطة تانية في موضوع جده تحديدا، هل جده بالفعل ليه عنده عرض اعارة لكارديف سيتي، ولا الكلام ده مجرد كلام جرايد؟ لا هو الكلام ده مش معايا انا شخصيا، يعني مش هقدر انا افيدك فيه بشكل كبير، اللي ممكن تتكلم فيه مع الناس متخصصين في الناحيه الفنيه في كره القدم في النادي كابتن خشب ولا كابتن سيد عبد الحفيظ، ممكن يفيدوك احسن مني. يعني ده مش في التسويق يعني؟ لا مش معايا، يعني دي مش من ضمن الاختصاصات اللي انا معني بيها. اوكي علي، كابتن علي عصام عبد المنعم، اشكرك علي على وجودك معانا، مدير التسويق باداره النادي.